السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم الشيف جمعه. اول مره في حياته يعمل ممبار، ولا مره ما بحبش اعمله صراحه، ولا مره في حياته عمله. فانا قلت سيب لي الطلعه دي وانا هديك فرصتك النهارده. طيب، هنعمل ممبار بس بخلطه مختلفه عن كل مره عملتها. هنحط فيها لحمه مفرومه، طبعا دي اختياري، ممكن تحط لحمه متعصجه او ممكن تحط اللحمه. دقته انت كده اللحمه المفرومه؟ انا اكلته بس ما عملتوش بصراحه. طيب، المقادير سهله جدا وبسيطه. خلي بيقطع الممبار، ده ممبار كندوز وعندي رز مصري وطماطم مضروبه في الخلاط وعليها 3 4 معالق من الطماطم اللي هي الثقيله الجاهزه دي، وعندي شبت وبقدونس وكزبره وبصل مفروم وفلفل اخضر متقطع، عندي زيت ولحم مفرومه، عندي 7 بهارات وبابريكا ونعناع ناشف وفلفل اسود وشويه كمون وملح. طب على ما هو يقطع اجهز انا الخلطه. ادي الرز ونحط عليه الزيت اهو، شويه زيت يا حاجه علشان جمعه يتغدى. ماشي. بصراحه انا مبسوط النهارده ان انا هعمل ممبار. يعني ادي اللحمه المفرومه، عايز اتعلمه بقى كويس كده من صدفه عشان بعد كده ممكن اعمله لوحدي. انا هعمله وانت اعمله بقناتك ووريه لهم. وادي الخضره، انا حكاوي مطبخنا الشيف جمعه، الخضره حكاوي مطبخنا مع الشيف جمعه. عايز همتكم معايا بقى اشتراكات كده وتابعوني، انا بعمل حاجات انترناشونال يعني. بيحكي الوصفات ليه بالاسم ده والوصفه كانت امتى واسبابها والحاجات دي كلها. حطينا كله، ادي 7 بهارات وادي الكمون وادي البابريكا، حط كمان الفلفل الاسود، ادي الملح، النعناع ده هفرقه، لو في نعناع اخضر بقى يا سلام، وبصل اخضر كمان حلو كده. نحط بقى الطماطم، بسم الله. دي طماطم مع صلصة؟ الاتنين مع بعض. احنا قالوا ني في ني، معظم الستات بتعمل الممبار ني في ني، وفي ناس بتعمله متسبك. هو الافضل للممبار، انا الافضل بالنسبة لي انا المتسبك بحبه، لكن الصح ني، لان الممبار بياخد له يجي ساعة على ما يستوي. تكون الحاجات اللي تكون بقى كله بقى اتسبك جواه واتعمل جواه وكله يبقى تمام. نقلب بقى الخلطة دي كويس قوي كده عشان اللحمه تبقى في كل القطع، في كل الرز. هنبقى كويس كده، ناخد اللحمه كده، ممكن تعصجوا اللحمه بس انا فضلت ان احطها نيه. في ليبيا اسمه عصبان وبيحشوه كلاوي وكبده مع اللحمه المفرومه، وفي بيحطوا فيه حمص كمان. كل بلد طبعا بتعمله بطريقه مختلفه غير بلد التانيه، زي الاكل زي الملوخيه. في بلد بتتحط 4 ساعات تستوي تقريبا. انا عامل فيديو مخصوص عن الملوخيه وعن تاريخها وازاي بدات وسر الشهقه بتاعتها. سر الشهقه ايه بقى؟ سر الشهقه اقولها تاني؟ انا ما سمعتهاش والله. هقول لك. اولا الملوخيه دي كان نبات ظهر ايام الفراعنه، كان بينبت على ضفاف النيل. الفراعنه كانوا بيعتقدوا ان هو نبات سام، ما كانوش بياكلوه. تمام. لحد ما جه الهكسوس غزو مصر، فايه معتقدين ان النبات ده سام، طب اخدهم منه؟ فارادوا ان هم ايه يذلوا المصريين ويقتلوهم يموتوهم يعني، فامروهم ان هم ياكلوا الملوخيه. نبات النبات ده كان اسمه خيه. خيه. فالهكسوس كانوا بيقولوا لهم ايه؟ ملو خيه. ملو باللغه الفرعونيه يعني كلوا. فكلوا خيه. هي ايه؟ فطلع ايه؟ فاكلوها فلقوها مش سامه، فاكلوها بقى خلاص، لقوها كويسه واعتمدوها كايه؟ طعام. بس كانوا بيعملوها من غير طشه ومن غير ايه تقليه ولا اي حاجه يعني. هي على البوتاجاز كده الشعله بتاعتهم بقى زمان، ولا النار زي ما كانوا. ده كان نار اللي هو زي الكانون او حاجه زي كده. برضه سر تطور الموقد والنار والكلام ده كله هعمل عليه حلقه ان شاء الله. حلو. فمن هنا جت تسميه ملوخيه. جه في عصر الدوله الفاطميه في مصر، كان المعز لدين الله الفاطمي اصيب كده بمغص في بطنه، فح
حب ايه جاب الدكاتره علشان يعملوا له وصفه يعني، فوصفوا له زمان كان الملوخيه فعلا عملوا له الملوخيه دي وصفه ففعلا اكلها. وعلى فكره الملوخيه فعلا مفيده جدا للجهاز الهضمي، بس احنا طبعا بنخربها بالطوبة اللي بنحطه فيها والتشه ومش. لان هي اساسا بتسهل عمل الجهاز الهضمي لان فيها نسبه الياف عاليه. فالمهم جه المعز لدين الله الفاطمي الدكاتره وصفوا له الوصفه ديت فاكلها فبطنه خفت. فاعجب بطعمها كمان يعني، واعتمدها كطعام خاص للملوك وسماها ملوكيه. ملوكيه ده المعز لدين الله الفاطمي، وحذر اكلها على عامه الشعب. الملوك بس اللي الملوك بس والبلاط الملكي هم اللي ياكلوها، سموها كده ملوكيه لان هي بقت اكل الملوك. ما يعرفوش دلوقتي انها اكل ما فيهاش فلوس اصلا. المصريين طبعا بقوا يعني يتطلعوا ان هم ياكلوا الملوكيه، ما حدش طبعا طايلها ولا عارف ايه، كان هو بيزرعها في جنينه القصر بتاعه. جه بعديه الحاكم بامر الله برضو الفاطمي ومشي على نفس النهج، ممنوع على عامه الشعب ان هم ياكلوها. كان في الوقت دوت كانوا بداوا بقى المصريين ايه يطور فيها، عمل لها بقى التقليه والطشه والكلام ده، مره بشوربه بط ومره بشوربه فراخ ومره بشوربه حاجه يعني. لا هي مشهوره بالفراخ وبالارانب. في ناس بيعملوها باللحمه يعني، بس ده في العصر الحديث. وفي بالجمبري، في ملوخيه بالجمبري كمان بعملها بالجمبري. المهم في يوم من الايام ايه الراجل دوت كان عنده طباخ خاص بيعمل له الملوخيه وكانت اكلته المفضله. فايه الطباخ اتاخر عليه، فراح امر السياف ان هو يموته علشان اتاخر في عمل الملوخيه. فالسياف دخل على الطباخ في المطبخ، دخل شاهر سيفه كده في وشه، فالراجل اتخض وكان هو في مراحله الاخيره لتجهيز الملوخيه، كان خلاص بيحط على الطشه وخلاص هيخلصها يعني. السياف دخل عليها متهيئ رقبته، طشه نزلت على الملوخيه، شالوا الملوخيه بتاعه المرحوم ودوها لايه؟ للملك اللي عارف بامر الله ولا الحاكم بامر الله. اكلها لقاها لذيذه جدا، مختلف عن كل الملوخيه اللي اكلها قبل كده. فايه السر ان الملوخيه المره دي مميزه وجميله كده؟ فطبعا ايه السياف لما دخل على الطباخ شهق شهق شهقه من الخوف، من الخوف من السيف، شهق شهقه قويه جدا يعني. فالمهم استدعى الخادم وقال له ايه سر الملوخيه النهارده حلوه؟ قال له بصراحه السياف دخل على الطباخ وهو كان ايه بيحط الطشه فشهق من الخوف. فربطوا من هنا بقى الشهقه بحلاوه الملوخيه. الملوخيه اللي يتشهق عليها تبقى حلوه. انا كده خلصت وحش. في روايه ثانيه بيقولوا ان هو الحاكم بامر الله دخل المطبخ، الملوخيه وقعت على رجله فتشائم منها بعد ما كان مسميها الملوكيه، فامر عامه الشعب ان هم ياكلوها. خلاص بقى راحت للناس، المصريين بقوا فرحانين جدا وتفائلوا بالحادثه اللي هي ايه ان الملوخيه وقعت على رجله وشهق برضه، فبرضه ربطوا الشهقه بايه؟ بحلاوه الملوخيه، وارادوا بقى ان هم ايه يرجعوا للاسم القديم بتاعها الفرعوني اللي هي ملوخيه، سموها ملوخيه من ذلك الوقت يعني. في اكتر من حكايه برضه مش هكمل لكم الحكايه، شواق عشان تدخلوا تتفرجوا على الفيديو بتاعي في قناتي، قناه مطبخنا حكاوي مطبخنا الشيف جمعه. اللي عايز يعرف الحكايه ديت يدخل يسمعها للنهايه، وفيها كمان فوائد الملوخيه والفيتامينات اللي فيها وكل حاجه عن الملوخيه، ده غير طبعا فيديوهات تانية انا عاملها برضو. وشكرا ليكم. نحشي بقى الممبار زي ما انتم شايفين كده. الخلطه جهزتها، حطيت كله ني في ني على بعضه وقلبته كله بحش بس كده. حبايبي خلصت الممبار اهو، قول بسم الله نسلقه بقى. بصوا الواحده مبططه مش مليانه زي ما قلت لكم، مبططه لازم تكون مبططه زي ما انتم شايفين كده عشان خاطر الرز طبعا بيملى، ولو مليان قوي هتيجي تاكليه هتلاقي الرز فيه قرشه، واحنا مش عايزين قرشه دي. نحط بقى كده ميه بتغلي شوربه عاديه، بصوا فيها بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل وحبهان ورقلاوره حاجات الشوربه. نسلقه بقى اهو بالصلاه على النبي. الممبار ما بيتربتش ان هو اول ما بينزل الميه بيلم طرفه بتلم من السخونيه. بالصلاه على النبي. ايوه كده الممبار بياخد نص ساعه بالظبط على البوتاجاز، ما ياخدش اكتر من كده. ان شاء الله الكميه طلعت كتير، او في ممبار لسه ما اتحشاش بعتهم جوه يحشوا حبه حطوه في الثلاجه.
طب انا خلصت اللي عندي كله ما شاء الله. هسيبه بقى وبعد نص ساعه اوريه لكم، بس قبل ما نقفل عايزه بس اخليكم تبصوا على الطروف بتاعته مالت ازاي، بس مغرفه اوريه. بصوا حبايبي اول ما حطيناه في الميه بصوا الطرف بتاعه لم ازاي، بصوا بكل سهوله. سيبه بقى يستوي براحته، توابلنا محطوطه وكله تمام. نص ساعه ونرجع لكم عشان نطلعه من الميه، مش هحط الملح دلوقتي غير بعد نص ساعه. بس كده بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي يا جماعه. فكره نص ساعه قبل الملح حبه كمان، دقيقتين بقى الملح يدوب ونصفيه على طول. عامل زي الموز المقلي، بصوا موز مقلي موز حلو قوي كده اهو. دقيقتين بس كده يغلي مع بعض عشان الملح ايه يخش في كل الممبار، بعد كده نصفيه. بسم الله، لازم يتصفى في مصفى كويس خاطر الممبار لو اتحط في طبق وقعد في ميه عليه بيفرقع وانت بتقليه، لازم يتحط في مصفى يتصفى كويس قوي. الصلاه على النبي كده اهو. عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي قوي قوي. انا دوب هصفيه واسيبه يهدى شويه ونحمر شويه على طول بقى نشيله في التلاجه. الصلاه على النبي زي الفل اهو. نقول بسم الله. بعد ما صفيته بحب اشطه تحت الحنفيه شطه عشان لو في رز ولا حاجه ينزل في الحوض عشان ما يفرقعش وانا بقلي. دي برضه من الاسباب اللي بتخلي الممبار يفرقع معايا. عايزه اقول لكم الستات قعدت فتره تكتب ضاع عمرنا واحنا بنطبخ ده، فعلا الممبار باللحمه ده ضاع عمركم فعلا انتوا ما جربتوهوش. لا بعد كده فرقش. بعد كده مش هعرف قيمه غير الطريقه دي في المحاشي وفي الممبار. اللحمه قلبته 180 درجه مختلف كل الاختلاف، حلو حلو. انا اكلت واحده بصوا فظيع، قادره اقول لكم على جماله. وقطع لكم واحده وجوه اقول لكم قد ايه هو مفلفل وحلو. هو بالظبط قعد في الميه 35 دقيقه السلق، وطبعا ما بنسلقهوش قوي عشان يطلع معانا مقرمش من بره، عشان الجلد دوت لما بيطلع بيشد معانا. لا بجد يا جماعه لازم تجربوه، لازم باللحمه فظيعه. اللحمه محطوطه ني زي ما انا حطيتها كده، بجد مختلف كل الاختلاف. كده خلاص شفت الممبار بقى وجماله وحلاوته، حلو قوي بجد قوي. يعني لازم تجربوه باللحم يا جماعه، هيفرق معاكوا 180 درجه بجد، فظيع فظيع فظيع. لازم تجربوه فعلا، دي اللي نقول عليها ضاع عمرنا بجد. يلا اتمنى تجربوه يعجبكم وبس، مش هقولكم اكتر من كده. شكرا. بصوا الرز مفلفل من جوه ازاي، ولا معجن ولا اي حاجه. بسم الله. جميل جميل.